فكيف بمن هو غافل عن الأذان ولا يصلي أصلا؟ إذا كان يصلي ويشهد المسجد ويرمي ببصره يمنة أو يسرى بشكل سريع ولم يلاحظ عليه أحد، وهذا مختلس وغافل، فكيف بمن لا يشهد الجماعة، بمن لا يصلي؟ هذا ماذا سنقول عنه؟ فماذا قلت في تارك الصلاة فأنت مقصر؟ لو قلت عنه مجرم لسه ما أعطيته حقه، أكبر سفاح، لا لسه أعطيه كمان، قليل دين. إيش بدك؟ أشياء، محاذير وآثام وعقابات، حتى اختلف العلماء هل هو كافر أم ليس بكافر، وأيهما في العقوبة أشد. من قال من العلماء أنه كافر، أو الذي يقول من العلماء أنه ليس بكافر، أيهما أشد؟ من قال ليس بكافر. من قال ليس بكافر، ليش؟ لأنه يقتله حدا. أحسنت. إذن الذي يقول عنه كافر يقول أعطيه مهلة حتى يتوب، مرتد، أعطيه مهلة يوم يومين، صلى صلى، ما صلاش اقتله. لكن الذي يقول ليس بكافر يقول خلاص اقتله. طيب تبت، تبت بينك وبين ربك، اقتله. هاي هذا حد، زي واحد زنى وهو محصن فيرجم حتى الموت، قال تبت، طيب تبت، توبتك بينك وبين الله ترجم. فالذي يترك الصلاة يقتل من ولي الأمر، وليس من عامة الناس، من ولي الأمر، حتى لو تاب، حتى لو تاب يقتل. نحن لا نكفر تارك الصلاة، فبعض الناس يقول لا تكفر، انت متساهل مع تارك الصلاة. لا يا عمي، هذا يقتل. احنا غير، بالعكس، قوله الاشد، هذا يقتل. طب مرته شو حكمه؟ احنا قتلناه وخلصه، شو مرته؟ ارملة صفت، صفت ارملة مرته، لا تتجوز غيره، روح خذ غيره وخليه يفرحوا، والعياذ بالله. اذا الموضوع تارك الصلاة اللي قالوا من العلماء وهم الجمهور، قالوا تارك الصلاة ليس بكافر، فأيضا انقسموا إلى قسمين، منهم من قال لا تقبل له توبة، بمعنى لا يرفع عنه العقوبة حتى لو تاب، ومنهم من قال تقبل ولا تقام عليه العقوبة. لكن ليس المقصود بالتوبة بينه وبين ربه، لأن الجميع اتفق أن من تاب تاب الله عليه، لكن المقصود بالتوبة هنا الموجبة لرفع الحد هو القتل. فإذا ننظر إلى الاختلاس، من إنسان يصلي وأثناء الصلاة يختلس، نسمع الحديث. أيوة. عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. إذا الشيطان إذا دخلت أنت في الصلاة هل يدعك؟ الجواب لا يدعك. الشيطان يطبق أي قاعدة؟ نعم، كأنه يطبق الميسور لا يسقط بالمعسور.